محافظة أسوان حصدت المركز الأول على مستوى الجمهورية باعتبارها أفضل المحافظات في توطين النظم والتكنولوجيا، وده وفقا لتصنيف مجلس الوزراء مركز نظم المعلومات في أسوان اللي قدر أنه ينفذ سلسلة من التطبيقات والبرامج اللي ساعدت بشكل كبير على التحول الرقمي. عشان نعرف تفاصيل أكتر معانا على التليفون العميد أحمد دانش، مدير عام مركز نظم المعلومات والتحول الرقمي بأسوان. صباح الخير عليك يا فندم. صباح النور يا فندم، اهلا وسهلا. يا اهلا بحضرتك وبنبارك لك طبعا على المركز الاول، لكن لو حضرتك توضح لنا في البدايه ايه هي الخدمات اللي بيقدمها مركز نظم المعلومات والتحول الرقمي في اسوان بشكل عام. صباح النور على حضرتك وعلى الساده المشاهدين. احنا طبعا عندنا مجموعه من الخدمات، في منها بيخص المواطن وفي منها بيخص الديوان العام نفسه. يعني طبعا زي ما حضرتك عارف ان التحول الرقمي مطلوب، المواطن بيبقى عايز يحقق طلباته وعايز ياخد خدماته من خلال التحول الرقمي بدون ما يبذل مجهود او ان هو يضطر ان هو يروح لمكان خدمي معين. وفي نفس الوقت احنا عايزين نحسن الاداء داخل المحافظه من خلال ان احنا بنوفر للموظفين الموجودين في الديوان مجموعه من التطبيقات اللي بتسهل عليهم العمل اليومي الدارج بتاعهم. بالنسبة للتطبيقات اللي بتخص المواطن نفسه زي ما حضراتكم كده مثلا عارضين، انا اتكلم على منظومة عين المواطن. المنظومة دي يا فندم خاصة بالمواطن اللي متواجد في الشارع. فايدتها ايه؟ اي مواطن يا فندم ماشي في الشارع بيرصد سلبيات، بيبقى عايز ان هو يعبر عن هذه السلبيات وعايز يوصل للمسؤولين بس هو مش قادر. فاحنا وفرنا له هذه المنظومه بحيث ان هي طبعا زي ما حضرتك عارف التليفون المحمول في ايد كل مواطن دلوقتي والانترنت متاح. فهو مجرد لما بيرصد مخالفه او بلاغ عايز يوصله هو على طول بيقوم بالتصوير وبيرسل البلاغ دوت من خلال المنظومه، بيروح على المسؤول مباشره. جميل. من خلال الموقع الجغرافي اللي هو صور منه، يعني هو مثلا مصور في حي زي حي الصداقه بيروح لرئيس حي الصداقه، بيروح لرئيس مدينه اسوان، بيروح غرفه عمليات المحافظه، بيروح للسيد المحافظ شخصيا. ده جميل جدا يا فندم انه يكون في تواصل مباشر بهذا الشكل، وبدل مثلا ما زي ما حضرتك قلت انه المواطن وهو ماشي في الشارع شاف حاجه معينه سلبيه عايز يبلغ عنها، بدل بقى ما يصور ويحط مثلا صوره على السوشيال ميديا، ده مش معناه ان هي هتصل للمسؤول اللي المفروض ان هو هيتحرك لمعالجه هذه السلبيات، فاحنا عاملين وسيله اتصال مباشره. بالظبط يا فندم. طيب لو قلنا طبعا احنا يعني مش بس كده، لا ده احنا مدخلين معانا كمان الجهات المعنيه، يعني لو مثلا دي مخالفه كسر ماسوره ميه احنا موجود معانا غرفه عمليات شركه الميه، فما بنبقاش مضطرين ان احنا كغرفه عمليات محافظه او مسؤول في المحافظه ان انا اتواصل مع شركه الميه، ووارد مثلا ان انا ممكن ما اوصلش، لا ده هي بتجيلي وفي نفس الوقت بتروح للجهة المعنية بالحل. طبعا المنظومة دي بتبقى شاملة مثلا مخالفات النظافة، الأزمات والكوارث، الإشغالات، الحماية المدنية، مخالفات البناء، مخالفات الصيانة، حتى لو مخالفات مجتمعية. طيب لو عايزين نعمم بقى الفكرة دي على أنحاء الجمهورية كلها يا فندم، يعني هل في خطه لده؟ هل هو متعمم بالفعل؟ هو طبعا الكلام ده تم دراسته في مجلس الوزراء، وكان عندنا دوله رئيس الوزراء في زياره تفقديه قريب، وعرضنا على سيادته جميع التطبيقات، وطبعا في منها تطبيقات سيادته صدق بتعميم التجربه دي على كافه محافظات الجمهوريه بحيث يستفيد بيها كل المواطنين، وما نضطرش ان احنا نعمل عملية تكرار او ان كل واحد يكون بيعمل منظومة بفكره. لا، هو التوحيد في المنظومات والتوحيد في قواعد البيانات ده بيدي المتخذ القرار مؤشر على ان في فعلا مشكلة كبيرة او ان هنا محتاجين ان احنا نتدخل بحل اخر.
فسيادته امر بالتنسيق مع مجلس الوزراء فعلا ان احنا نعمم التجربه دي. وبالمناسبه طبعا يعني احنا بنحب يعني بحب اشكر الدوله المصريه على افتتاح في مركز البيانات. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي امر بانشائه واللي استغرق حوالي 5 سنين في الانشاء علشان نعرف بس حجم الموضوع، الناس تبقى فاهمه يعني ايه مركز البيانات. المركز ده بيتيح لنا زي ما حضرتك كده مثلا ذكرت دلوقتي، طب انا عايز اعمم البرامج اللي موجوده في اسوان، عايز اعمم البرامج اللي موجوده في محافظه ثانيه. طب احنا كنا نقدر نعمل الكلام ده فين لولا وجود مركز بيانات مؤمن بسرعات فائقه متطبق فيه كل عوامل الامن السيبراني، متطبق فيه سرعه نقل البيانات، مساحات تخزين عاليه جدا. وبالمناسبه محدش بيمتلك مثل هذه المراكز البيانات غير الدول الكبيره. فاحنا طبعا قبل المركز ده مصر كانت في موضع، وان شاء الله الفتره الجايه الناس هتشوف يعني تحول رقمي حقيقي، لان ما عادش فيه واكيد طبعا يعني جذب استثمارات خارجيه، لانه النهارده احنا بنتكلم على دوله بتعمل على التحول الرقمي بشكل كبير على ارض الواقع، بناخد خطوات جديه في هذا الامر بالتحديد. بنشكرك العميد احمد دنش مدير عام مركز نظم المعلومات والتحول الرقمي باسوان.